تحتفل سيارة ميني يوم 26 من أغسطس بذكرى ميلادها 53، وقد تم إطلاق علامة ميني للسيارات الصغيرة عام 1959 من قبل شركة المحركات البريطانية لتلقى نجاحا مبهرا بين عشاق السيارات الصغيرة والقوية في نفس الوقت. وتعتبر ميني أول سيارة صغيرة حققت نجاحا عالميا بشخصيتها المميزة وجرأتها الشبابية وطبعها الرياضي المميز. ويذكر أن شركة BMW الألمانية قامت بامتلاك علامة ميني التجارية منذ العام 1994. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.